دكتور، وين كان حزب الله عندما خاض التيار الوطني الحر معركة خطة الكهرباء؟ ليش ما دعموا داخل مجلس الوزراء؟ كنا اليوم لا بحاجة لبواخر ولا بحاجة لفيول ولا قاعدين عم نعيش كل هيدي الأزمات. انت وين كان عارفة حزب الله لما فتح التيار الوطني الحر معركة بناء الدولة؟ ما بدل الحليف وقصة وحدة الصف على هيدا الأمر، واعتبروا أنه هو بعد إذا بدك أخطر من إسرائيل، وأنه مواجهته معركة أكبر من مواجهة إسرائيل. خليني هول اللي انا كانوا مطلوبين من حزب الله. خليني انا بكفي معك تفضل. بالاجوبه. انت وعم بتقولي لي عن فائض القوه حتى ما نفوت فرصه الرد. اولا هيدا فائض القوه اللي شعر فيه الحزب، ولا يوم الحزب سعى لتجسيده بتوازنات الساحه المحليه، لانه واقع لبنان ولعبه الاحجام بالبلد ما له علاقه فائض قوه حزب الله ليلعب دور الغائي لاحد بالداخل. وبالتالي صحيح ان حزب الله راكم قوه وحضور، لكن صرفها بالصراع الاقليمي الكبير، صرفها بمعركه ترسيم الحدود، صرفها بالتعاون مع الرئيس ميشيل عون بال 2018 بمعركه فجر الجرود لهزيمه الارهاب، عظيم. صرفها لما ساهم بشكل اساسي بايصال رئيس جبل مثل ميشيل عون الى سده الرئاسه ليوقف على منبر الامم المتحده ويدافع عن المقاومه. وصلوا تركوا دكتور؟ ابدا ابدا ما تركوا. معيار انه تركوا او وقف معه المساله كيف بيتظهر الامر، اما بحقيقه الامر لا، الامور بحاجه الى شرح. لما الرئيس ميشيل عون بيعمل عشرات المقابلات بالصحافه الاجنبيه لما بيسافر وبدافع عن المقاومه كفكره وكواقع عملي وكإرادة لمنع حرب أهلية بالداخل، هيدا مفهوم ميشيل عون هو مقتنع فيه، مش عم يحكي لحتى حزب الله ينبسط فيه. أمر إضافي بهيدا المسار إنه هذين الطرفين بتحالفهما عبر ورقة التفاهم شكلا نقطة استقطاب لآلاف السهام والأعداء بالداخل والخارج. أما بموضوع ليش ما وقف معه بخطة الكهرباء بهاللحظة أو بتلك، أنت بتعرفي أنه مجلس الوزراء أيام سعد الحريري لما انطرحت هك أمور كان خاضع لتوازنات وحسابات لا يملك حزب الله وحده أن يفرض رأيه فيها، وكل طرف من الأطراف الداخليين كان له مقاربته. أنا برد عليك بمنطق بوشابي، لما الوزير باسير رح قعد مع نادر الحريري وعمل الورقة الشهيرة هو إياه اللي كانت بداية ما بعد استلام الرئيس عون للرئاسة، هل كان الوزير باسير مشاوره لحزب الله بأدبيات ما تفاهم عليه بالأخير باللعب الداخلي؟ ليش ما تفاهما عليه حين إذا بدي أمشي بهذا شيء المنطق؟ له علاقة بالسياسة الداخلية وبالدولة اللي وبالمصالح عليه المتبادلة. كان في شيء يعني يناقض وجهة نظر حزب شو الله، قصدي؟ او شيء ما بده اياه لا حزب انا شو الله، قصدي او اقول لك؟ شيء مضر بمكون خليني خلي اخر خليني اوصل لك اليوم يا دكتور. بس لكمل لك هيدي، تفضل. القصد من اللي عم اقول لك اياه انا انه على طاولة الداخل كل طرف له هوامشه ورؤيته ومرونة الاختلاف مع الآخر، شرط ألا تصل الأمور إلى صح. مرحلة إلغاء صح. الآخر صح. اليوم التيار الوطني الحر يعتبر أنه هناك معركة قضاء على المكون المسيحي وعلى دوره، يعني مش مهم إيه نقول وقفنا العد، ومش مهم نطلع نقول أنه إيه جناحين، وبتعرف هيدي الشعارات الحلوة أبدا. على الأرض منا اليوم شعارات. يعتبر التيار، أنا عم أقول لك شو يعتبر التيار الوطني الحر، انه في معركة للقضاء على الشراكة ولعودة عقارب الساعة إلى فترة 90-2005 لما كانوا الممثلين الحقيقيين للمسيحيين خارج السلطة ومبعدين، والفريق الآخر مستلم السلطة بكل جوانبها. اليوم حزب الله العتب عليه، شو عملت لتبديد هذا الهاجس؟ على العكس زكيته. خلينا أنا وياكي نحكي بصراحة. تفضل. هلأ هو فعلا الخلاف بهاللحظة هو على مفهوم الشراكة، والله هو على الخلاف هو على كيفية مقاربة الملف الرئاسي. ما هي بتبلش من هون، وما يستور بالرئاسة. من امبارح قعد الوزير باسيل مع سماحة السيد 5 ساعات، وامبارح سماحة السيد امبارح بإطلالته مرق رسالة مودة متعمدة بقلب كلمته للوزير باسيل ليقول له على القاعدة اللي حكي فيها نحن إيدنا
لازالت ممدودة وقابضة على اليد الأخرى، لكن نترك لليد الأخرى أن تقرر هي الخروج. طيب سؤال بدي ناقشك بهالفكرة لأنه كتير مهمة وكتير عم بسمعها. كيف أنا يعني سعيد بالنقاش. أنا أكثر. كيف يعني حزب الله بيقول يدنا ممدودة؟ عقدت أول جلسة لمجلس الوزراء، عملت تداعيات كتير كبيرة، خربت العلاقة بين الطرفين، بلشنا نسمع أنه بما أنه العلاقة هيك بركي حزب الله لن يغطي جلسة تانية لمجلس الوزراء، هلأ عم بيجربوا يزبطوا الأمور. بيطلع السيد نصر الله بيقول أنه سنلتقي إخواننا بالتيار الوطني الحر، على أساس كله رايح بإطار الاحتواء للمشكل. فجأة يعلن حزب الله مشاركته بالجلسة الثانية. يعني كيف واحد بمد إيده وبيرجع بيقطش الإيد من أساسها؟ تعرف شو السبب اللي عم تتفضلي فيه؟ إنه ولا لحظة حزب الله هو عم بيشارك بجلسة الحكومة عم بفكر إنه هذه رسالة سلبية للوزير باسيل. يا دكتور ما قال جبران باسيل. طب هو ما فكر، أوكي بفهم ما فكر هيك قبل أول جلسة، بس عقدت أول جلسة، قامت قيامة التيار، ما فكر إنه تاني جلسة رح تقوم القيامة أكثر حولها ورح تعتبر رسالة سلبية؟ ما هو ما في هون فوق كل هالخلافات، ايه؟ في بلد مو مني له يوميات صعبة عم بيعيشها، وهي المؤسسة التنفيذية هي الوحيدة اللي عم تختصر شكل الدولة اللي أصلا منهار وحضورها وهيبتها. طار التفاهم دكتور. لا لا، أنا برأيي بعد الفرصة موجودة بقوة، إمكانات في تواصل. أنا شايف مسار ريتا منه بعيد، سيتم من خلاله بمدى ما بتصور أنه أكثر من فترة قريبة قادمة سيكون هناك مبادرة من حزب الله باتجاه الرئيس ميشيل عون. اصلا في امور كانت مقرره بالماضي قبل ما يغادر قصر بعبده، وبالايام الاولى اللي وصل فيها عرابيه كان في اكثر من خطوه طبيعيه مقرره باتجاه الرئيس عون وعلى مستوى رفيع. الظروف اللي استجدت بلبله الجو تم تاجيل هذه الخطوات، لكن هي بالمدى المنظور موجوده. امتحان الذكرى انتبهي بست شباط القادم سيفرض على الطرفين أن يبادرا للحسم بإعادة لم الأمر وإعادة برمجة خطاب الطرفين، لأنه كمان الوزير باسيل ذهب بعيدا بتوصيف ما يجري بموضوع الحكومة وكأنه تكسير لكل المنجزات اللي حققها التيار على المستوى الوطني بآخر 17 سنة، وهيدا في تضخيم. صحيح أنه في أزمة وفي خلاف حول حتى الرئيس مئاتي، أول فرصة هديك اليوم التقاها رح أقعد هو للوزير باسيل، وإن كان أنا عندي ملاحظة أنه على طاولة من يجتمعان، لأنه بالأخير في طاولات وطنية لبنانية قادرة تجمعهم أكفأ بكتير من المكان والزمان وصاحب الدعوة اللي جمعهم، مع احترامي لكل الناس. لكن حتى ثبوت العكس، ورقة التفاهم باقية، ورقة التفاهم هي حاجة وطنية. برأيي أنا المسيحيين يجب أن يكونوا مؤمنين من خلال الشعار المشرقي اللي حملوا دافع عنه وقاتل من شانه ميشيل عون، أن يتمسكوا أكثر بمعاني الشراكة الوطنية. فما بالك أنه مستعد حزب الله لتطبيق بند بناء الدولة اللي هو البند الرابع في هذه الوثيقة؟ ما هو أصلا بند بناء الدولة ست ريتا دائما من الطبيعي أنه العالم الدافع عن التزامه فيه، فما بالك من طرفين مؤمنين بجدية هذا البند. لكن للأمانة أنا ما بدي برر، من 2006 لل 2023 إذا بتشوف المسار اللي مرق فيه البلد بهذين العقدين أو أقل شوي، بتلاقي ولا لحظة كان في التفات جدي لمفهوم عميق لإعادة بناء الدولة. أنا برأيي ما فينا نبني الدولة بلا ما نعيد إصلاح النظام السياسي ونحد من الطائفية الممسكة بعناق هذا النظام السياسي. والأخطر أنه في دولة عميقة موروثة من أكثر من 100 سنة ما إلى مصلحة أن نذهب إلى بناء دولة حقيقية، فما بالك أن هذه الدولة العميقة
الحقيقة فيها شيعة وسنة ومسيحيين ومن كل الأطراف، وبالتالي المسألة أبعد وأعمق. وإن شاء الله يجي على زمني وزمنك، أنت أصغر مني بكتير، وقت يكون في مسعى حقيقي للدفع باتجاه بناء دولة.